هي طريقة تصميم شعار مناظر طبيعية على تطبيق كانفا. طريقة سهلة جدا يا أصدقائي، فقط تابعي معي الفيديو الأخير. والخطوة هي أن تفتح تطبيق كانفا وتضغط على النقطة البحث في الآلة وتكتب شعار مناظر طبيعية. ها قد خرج لي هنا، أقوم بالضغط عليه وأختار ديزاين أو تصميم غير مدفوع يمكنني التعديل عليه مثل هذه الدوحة الخضراء. أقوم بالضغط عليها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك يمكنني التعديل على هذا التصميم. مثلا مكان هذه الدوحة الخضراء يمكنني تغيير النص وكتابة أشياء، مثلا قناة المغرب مثلا. هكذا يمكنني التغيير والتعديل. وحينما أنتهي أضغط على حفظ. وبهذا نصل نهاية الفيديو. تسلمنا بوضع لايك، شارك بقناة.